فيها كتير ألعاب تحديات وجوائز. بتمنى يا أصدقائي تكونوا معنا مبسوطين. بس لحتى تكونوا مبسوطين لازم نتابع الحلقة مع بعض، واليوم لازم ناخذ تليفونات كتير وكل أصدقائنا نحكي معهم لحتى ينبسطوا ولحتى نتحدى ولحتى نلعب ولحتى يربحوا جوائز كتير. وهلا يا أصدقاء على السريع رح نروح ونتعرف مع بعضنا ونتذكر ألعاب برنامجنا اليومي اللي أنا وياكم من خلالها نتحدى ونتسلى وبنلعب وبنربح كمان جوائز كتير مقدمة من تلفزيون فلسطين. خلينا يا أصدقائي نحكي مع بعضنا، يا ترى شو ممكن الكمبيوتر يحط لنا؟ ممكن الكمبيوتر يختار لك يا صديقي أو يا صديقتي برنامج أو 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 لعبة أين الطريق؟ لعبة أين الطريق يا أصدقائي زي ما أنتم شايفين في ثلاث طرق، والفار بده يوصل البسي، الفار البسي بدها توصل لصحن الأكل تبعها، فأنتوا يا أصدقائي لازم توصلوها للطريق الصحيح، وإذا وصلتوها للطريق الغلط للأسف بتخسروا يا أصدقاء ورح تزعل ولاء ورح يزعلوا كل الأصدقاء. بس يا أصدقائي انتبهوا منيح وركزوا منيح على الطريق الصحيح لحتى تختاروا الطريق الأنسب. أما اللعبة الثانية يا أصدقائي اللي ممكن يحطها الكمبيوتر فهي كلمة وصورة. كلمة وصورة يا أصدقائي هي طبعاً 12 بطاقة، وكمان في ال 12 بطاقة 6 صور و 6 كلمات يا أصدقائي، وانتو بدكم توجدوا التطابق ما بين الكلمات والصور يا أحلى الأصدقاء. وهيك يا أصدقائي بالوقت المناسب بدنا نلاقي التطابق السريع ما بين الكلمات والصور. وهلأ يا أصدقائي خلينا نروح ونشوف مع بعضنا شو اللعبة اللي ممكن تكون ويختارنا إياها الكمبيوتر. ممكن يختارنا لعبة حرف ومهن، وزي ما انتو شايفين مهنة الصورة اليوم هي 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 خياط. والخياط يا ترى شو أدواته؟ زي ما انتو شايفين بنختار أدوات مناسبة، والأداة هي مثلا الماكنة والخيوط ولا مش عارف الحرير، فبالتالي لازم نكون سريعين شوي 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 لحتى ننبسط يا أصدقاء. كمان الكمبيوتر ممكن يختارنا يا أصدقاء ابحث عن الفرق، وهون يا أصدقائي رح يكون في فرق بين صورتين، وهدول الصورتين يا أصدقائي مش بس فرق واحد، رح يكون 5 فروق. بس انتو اذا حذرتوا 3 فروق بالوقت المناسب اكيد رح تكونوا معنا من الفائزين. يا اصدقائي كتير الشغلة حلوة وسهلة وبسيطة، بس لازم نكون مركزين ومنتبهين على الوقت. اما اللعبة الخامسة اللي ممكن يحطها الكمبيوتر ويختاركم اياها وانتو كتير بتحبوها فهي احرز الهدف. واحرز الهدف يا اصدقائي هي لعبة كتير حلوة، تعتمد أصدقائي على سرعتكم وعلى قدرتكم في حل العمليات الحسابية اللي بتتعلق بجدول الضرب، وكل ما حليتوا العملية الأولى بتحرزوا هدف، والعملية الثانية هدف ثاني، العملية الثالثة هدف ثالث. وهيك يا أصدقائي بتكونوا معنا من الفائزين لحتى تفوتوا على السحب، وإن شاء الله بتكونوا من الفائزين بنهاية الحلقة. أصدقائي أنا كتير 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 بحبكم كتير هالقد وهالقد وهالقد، مبسوطة كتير لأني كل يوم عم بلتقيكم، مبسوطة أكتر لأنه أنتم مبسوطين، ومبسوطة أكتر وأكتر لكل الأصدقاء اللي بيفوزوا. وكمان اليوم بحكي لكل أصدقائي اللي من غزة واللي أكيد بشوفونا اليوم من خلال صفحة الفيسبوك تلفزيون فلسطين، يعني إذا فتحتوا صفحة تلفزيون فلسطين بهالوقت ممكن تشوفونا مباشر يا أصدقائي، خاصة أصدقائنا بغزة لأنه الكهرباء كتير بتقطع عندهم. يا الله يا أصدقائي شو أنا زعلانة لأنه ظروفكم مش سهلة، أنا كتير بحبكم وكتير بدي إياكم تتصلوا لحتى تربحوا معنا ولحتى أطمن عليكم وتفوزوا معنا. عموما يا أصدقائي إذا شفتونا اليوم اتصلوا فينا لأنه أنا حابة أسمع أصواتكم. وهلأ يا أصدقائي ما بدي أطول كتير، بعرف إنه أنتوا بتقولوا خلص يا ولاء بكفي بكفي أنت كتير حكيتي بدنا نحكي، وعشان هيك أنا رح أقول أسكتي يا ولاء وخدي أول تليفون وقولي ألو مرحبا. ألو مرحبا. أهلا مين معي؟ نادين.
كيفك يا سديل؟ إيه الحمد لله. من وين أنت؟ قلقيلية. من وين؟ القلقيلية. أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائنا بقلقيلية. أنا يا هدي سديل مبسوطة كتير لأنك عم تحكينا. جاهزي يا سديل؟ تروحي نلعب؟ يلا. والكمبيوتر اختار لك يا سديل. أحرز الهدف. ركزي منيح. يا ترى شو العملية اللي ناتجها 15؟ 5 ضرب 3 ولا 6 ضرب 2 ولا 0 ضرب 1؟ يلا يا ترى شو هاي العملية الحسابية اللي ناتجها 15؟ 3 ضرب 5. 3 ضرب 5. برافو برافو برافو، شطورة. العملية الثانية يا صديقتي سديل، 5 ضرب 5 ولا 5 ضرب 0 ولا 3 ضرب 5 يساوي 0؟ أسرع. ضرب 5. 0 ضرب 5. برافو، فعلا فعلا شطورة. أما العملية الثالثة يا أصدقائي، 6 ضرب 1 ولا 0 ضرب 2 ولا 6 ضرب 3 يساوي 0؟ برافو برافو، شطورة يا صديقتي، برافو عليكي، يا سلام، اسمك بفوت معنا على السحب. شكرا كتير يا صديقتي. وهلأ اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو ألو. مرحبا. مرحبا. شو اسمك؟ عبد الفتاح. كيفك عبد الفتاح؟ الحمد لله. مبسوط؟ كتير؟ من وين انت يا عبد الفتاح؟ رام الله. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا برام الله. جاهز للتحدي؟ يلا. والكمبيوتر اختار لك يا عبد الفتاح، اختار لك يا صديقي اين الطريق؟ يا ترى وين طريق النحل يا صديقي؟ النحلة بدها توصل للزهور، وين الطريق؟ ايش؟ اثنين. اثنين؟ اكيد؟ يلا يا رب يا رب يكون صح، يا رب يا رب يا رب. يا سلام عبد الفتاح، شطور شطور شطور. شكرا صديقي عبد الفتاح. وهلأ خلينا نشوف صديق تاني او صديقة تاني ونقول الو. ألو. ألو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ معك لانا. كيفك يا لانا؟ الحمد لله. مبسوطة؟ جاهزة؟ جاهزة. يلا نروح نلعب. يلا. والكمبيوتر رح يختار لك يا صديقتي مهن وحرف. مهن وحرف، يا ترى الرسامي شو أدواتها يا صديقتي؟ الألوان. الألوان كمان؟ الألوان والريش. والريشة. الألوان. برافو. والريش. والكمبيوتر ساعدك واختار لك اللوحة اللي بنرسم عليها. برافو برافو برافو، شطورة يا صديقتي، واسمك بفوت معنا على السحب. إلى اللقاء. وهلأ يا صديقتي اتصال جديد أو صديق جديد، نقول ألو. مرحبا. ألو. ألو. مرحبا. أهلين. مين معي؟ أحمد عمر. كيفك يا أحمد؟ شو؟ كيفك؟ الحمد لله. مبسوط؟ من وين أنت؟ أنا من طوباس. أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائي بطوباس. جاهز يا أحمد؟ الحمد لله. جاهز للألعاب؟ شو؟ جاهز للألعاب؟ يلا نروح نلعب. أوه.
صديقي أحمد، يا ترى يا صديقي شو العملية الحسابية اللي ناتجها 24؟ 6 ضرب 5 ولا 4 ضرب 0 ولا 4 ضرب 6؟ 4 ضرب 6. 4 ضرب 6 يساوي 24. برافو عليك، شكرا. العملية الثانية، يا ترى شو هي اللي ناتجها 30؟ عملية 4 ضرب 6 ولا 0 ضرب 6 ولا 5 ضرب 6؟ 5 ضرب 6. يا سلام، شطور شطور يا صديقي، برافو. أما العملية الثالثة اللي ناتجها 24، يا ترى شو؟ 0 ضرب 0 ولا 3 ضرب 4 ولا 6 ضرب 4؟ يلا يلا، 6 ضرب 4. برافو عليك، برافو، شطور يا صديقي، واسمك بيفوت معنا على السحب. شكرا لك. وهلا نقول اتصال جديد. الو، مرحبا. اهلا. مرحبا. اهلا. مين معي؟ انا ساندي. شو اسمك؟ ساندي. ساندي؟ اه. ساندي؟ اه. كيفك يا ساندي؟ كيفك الحمد لله. مبسوطة؟ اه. جاهزة للتحدي؟ اه جاهزة. يلا نروح نلعب. الكمبيوتر اختار لك البطاقات والصور، صورة وكلمة، يا ترى؟ خلينا نفتحهم على السريع. يلا نطابق الكلمات والصور يا صديقتي ساندي. أزرق وأزرق، يلا. أخضر، يلا. خمسة، يلا. خمسة واحد، خمسة واحد، واحد وثلاثة. لا، خمسة واحد. ثمانية خمسة. برافو كمان. هذا الكمبيوتر حبك كثير، بيساعدك. خمسة خلص، خمسة راحت. يلا أسرع، أربعة وشو؟ واحد ستة. واحد ستة. واحد طلعت، طلعت خلص، طابقت. واحد طابقت أربعة. بقى. الكمبيوتر ساعدك كمان مرة. يلا أسرع. أربعة وخمسة. خلص طلعت أربعة. ركزي مع الكمبيوتر، ساعدك كتير الكمبيوتر، لازم تكوني مركزة أكتر يا ساندي. يلا أسرع أسرع. عشرة. يلا يلا أسرع. تسعة وثمانية. تسعة وثمانية؟ لا. يلا ما ضل وقت، الوقت بيخلص. يلا أسرع. ساندي أنا زعلانة عشانك، عشان هيك بقولكم يا أصدقائي ركزوا، خليكم سريعين كتير، ما في وقت يا أصدقائي، لازم تفوتوا معنا على السحب، ولحتى تفوتوا معنا على السحب لازم تركزوا وتكونوا أسرع وتسمعونا من سماعة التليفون. خلص يا صديقتي ساندي ما تزعلي، حاولي مرة تانية وإن شاء الله المرة الجاي بتكوني معنا من الفائزين. هلأ اتصال جديد، نقول ألو. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ فارس. فارس كيفك؟ الحمد لله. مبسوط؟ بتتابعنا دايما؟ شو رأيك في برنامجنا؟ فارس شو رأيك في برنامجنا؟ الحمد لله. حبيت برنامجنا يا فارس؟ بس أنا زعلانة منك يا فارس. أنا زعلانة منك كتير يا
بس لأنك بتسمعني من التلفزيون، لازم توطي صوت التلفزيون وتسمعني من سماعة التلفون. ألو فارس، وطي صوت التلفزيون لحتى تقدر تفوت معنا على السحب. على خير. طيب سامعني هيك؟ آه. نروح نلعب؟ آه يلا نلعب. الكمبيوتر اختار لك ابحث عن الفرق. ويا ترى يا صديقي وين الفروق بين الصورتين؟ أسرع يا فارس، أسرع يا فارس، فكر يا فارس. الحلزون. الحلزون كمان. الكتاب. الكتاب كمان. الخدود. الخدود كمان. المكعب. المكعب كمان. والبلوزة. البنت. بنت بنت البنت. برافو شطير يا فارس، انت كنت سريع، برافو عليك، اسمك بفوت معنا على السحب. الى اللقاء، باي باي يا فارس. وهلا ناخذ اتصال جديد، نقول الو. الو مرحبا. مرحبا. مين معي؟ محمد. كيفك يا محمد؟ الحمد لله تمام. من وين انت يا محمد؟ جنين. من وين؟ جنين. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائي من جنين. لازم يا محمد توطي صوت التلفزيون على الاخر وتسمعني من سماعة التلفون. يلا يا محمد وطي وطي الصوت. وطيته. محمد يلا نروح نلعب، جاهز؟ جاهز. يلا يا كمبيوتر، يا ترى يا محمد في لعبة احرز الهدف شو العملية اللي ناتجها صفر؟ واحد ضرب صفر. يا سلام أبن الخيارات، برافو. يا ترى يا محمد شو العملية اللي ناتجها أربعة؟ ثلاثة ضرب ستة ولا واحد ضرب؟ يا سلام شكلك شاطر يا محمد، برافو. يا ترى يا محمد شو العملية اللي ناتجها 24؟ أربعة ضرب ثلاثة ولا ستة ضرب أربعة ولا واحد ضرب صفر؟ ستة ضرب أربعة. ستة ضرب أربعة، يا عيني عليك يا محمد، أنت هداف ماهر وشاطر بالرياضيات. شكرا لصديقي محمد، إلى اللقاء، باي باي. باي باي يا محمد. نقول ألو لاتصال جديد. مرحبا. مرحبا. أهلين. مين معي؟ صبا. صبا كيفك؟ الحمد لله. مبسوطة؟ صبا من وين انت؟ من سلفيت. اهلا وسهلا فيكي وبكل اصدقائي من سلفيت. صبا بتحبي تلعبي معنا؟ جاهزة؟ نروح نلعب؟ يلا نروح نلعب. والكمبيوتر اختار لك اين الطريق؟ يا ترى وين طريق البسي يا صبا؟ يا حرام جوعانة بدها تروح تاكل، وين الطريق يا صبا؟ دليها. الوال من فوق. برافو 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 صبا، شكرا شكرا إلك لأنك وصلتي البستي لصحن الأكل تبعها، وشكرا لأنك كنت شطورة. أنا بشكرك يا صبا، إلى اللقاء يا صديقتي، باي باي. يا الله أنا بحب كل أصدقائي يكونوا أصدقائي، يعني صيروا أصدقائي عن جد عن جد، نضلنا أصدقاء أنا وياكم لأني كتير بحبكم يا أصدقائي، بنحب نكون مع بعضنا على طول أصدقاء. وهلأ يا أصدقائي خليني أغني شوي، يعني أدندن مش أغني. لا 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 لا
بحب كتير أغني، عبالي أصير مغنية مشهورة كتير 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 كتير. طيب خلاص خلاص، أنا ما بديش أحكي عن حالي يعني، بعرف إنه يعني بس لا لا خلاص، لازم ناخذ اتصال جديد يعني بكفي. ولا نقول ألو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ سلسبيل. سلسبيل؟ اه سلسبيل، وطي صوت التلفزيون على الآخر على الآخر على الآخر. وطيتيه؟ اه سامعتيني؟ اه بتحبي نلعب يا سلسبيل؟ اه يلا نروح نلعب. يلا يا ترى وين الطريق؟ سلسبيل وين الطريق؟ يلا سلسبيل، الفار بده يروح ياكل الجبنة. سلسبيل وينك؟ وين الطريق يا سلسبيل؟ ثلاث. يلا نروح نشوف ثلاث. يا رب يكون صح، يا رب يا رب. برافو، شكرا شكرا سلسبيل، وصلت الفار واكل الجبنة. شكرا يا صديقتي، اسمك بفوت معنا على السحب. نقول اتصال جديد. الو. مرحبا. اهلا. مين معي؟ دلال. كيفك يا دلال؟ الحمد لله منيحه. انا الي صاحبه اسمها دلال. انت قديش عمرك؟ 12 سنه. 12 سنه، يا الله، يعني انت قدي، وصاحبتي كمان عمرها 12 سنه، يعني انت بالصف الخامس ولا السادس؟ سادس. وانا كمان بالسادس. انت سادس الف ولا باء ولا جيم؟ احنا ما عندنا لا الف ولا باء، عادي. انتوا سادس واحد عندكم؟ اه يعني عدد الصف واولاد صفك قليل صح؟ اه لا، انا الصف السادس الف، وصاحبتي كمان هي بالصف السادس باء، بس بنلعب مع بعضنا لما تصير الفرصه تبعت المدرسه. انت بتلعبي مع صاحباتك؟ طب شو اسم صديقتك المفضلة؟ ملك. ملك، بدك تقولي لها مرحبا ملك؟ مرحبا ملك. طيب، وانا بدي اقول لصديقتي دلال، وكمان انت مرحبا دلال، ومرحبا كمان دلال صديقتي انت. ويلا نروح نلعب يا دلال. يلا. وهلا الكمبيوتر رح يختار لك لعبة، ويبدو انه الكمبيوتر اختار لك ابحث عن الفروق والفرق بين الصور يا صديقتي. يلا يلا دلال، في فرق بين الصور. يلا المكعب. المكعب، برافو، المكعب الأزرق. وكمان الساعة. الساعة كمان. والبطة. والبطة. واللي أموجي هذا سمايل. يلا يلا كمان سمايل. والسمايل كمان، يا سلام، ضل عندك واحد. اللي على البيبي. والنجم اللي على البيبي. يا سلام، شكرا شكرا كثير دلال صديقتي، شكرا كثير إلك يا دلال. باي باي دلال، باي دلال. يا الله مبسوطة لأنه دلال فازت. ناخذ آخر تليفون، عمو الكمبيوتر وعمو المخرج. آخر تليفون نقول ألو. مرحبا. ألو. مرحبا. ليش؟ مين معي؟ ليش. ليش كيفك؟ الحمد لله. مبسوط؟ جاهز للتحدي؟ بتحب نروح نلعب؟ يلا. بحب العب. اين الطريق؟ يا رب يطلع لك اين الطريق، يا رب يطلع لك اين الطريق. الكمبيوتر حط لك اين الطريق. الجاجة بدها تروح للصيصان، يا ترى وين طريق الجاجة يا صديقي لي؟ ليس معك. يلا ليس. يلا ليس. يا رب يا رب. برافو 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 برافو، شكور يا ليس صديقي، شكرا كثير لك. يا الله أنا زعلانة عشان بدنا نخلص البرنامج، بس أكيد بكرة بدنا نلتقي ونلعب مع بعضنا وننبسط أنا وياكم وكل أصدقائي. بس كمان
كالعادي بدي اقول لكل اصدقائي اللي بيكونوا معي بكل حلقه، وخاصه انه انا جديده على التلفزيون يا اصدقائي وهم بيلعبوا معي كل يوم، بدي اقول لهم شكرا. اول اشي صديقي حسام وصديقي سامي بدي اقول لهم شكرا، وكمان بدي اقول لصديقتي رقيه لولو شكرا، ولصديقتي شهد كمان شكرا. ما بدي اقول لهم عمه وخالته لانهم هم صاروا اصدقائي لانهم بيساعدوني كل يوم، وكمان بدي اقول لعمو لؤي شكرا. عمو لؤي وعمو محمد بدران، وعمو عبود الرماوي، وعمو زاهر زهد، وعمو محمد فرج المخرج اللي بيطلعنا على الهوا شكرا كمان، وعمو مهران يا الله ما احسنه. عمو مهران انا كثير بحبه وكان كثير متعاون معي اول ما اجيت وكان كثير شاطر، شكرا له. مين كمان صديقتي رقيه؟ مين؟ ذكروني نسيت حدا؟ انا كثير بحبكم كلكم. والام سي ار كمان، الام سي ار اللي بيطلعونا على الهوا لكم مني احلى سلام، بحبكم كلكم كثير كثير، رح اودعكم لكل الاصدقاء هلا. سعود، سعود ما بدنا ننسى صديقنا سعود كمان، شكرا له. طيب بدنا نقول هلا لكل الاصدقاء احنا بدنا نقول باي، وبكره بنلتقي معكم. باي 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 يا اصدقائي.